السادس نصر الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وحضور شخصيات مدنية وعسكرية من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية جرى تسليم دفعة أولى من الطائرات العسكرية من نوع F-16. في المتابعة قيس محسن والمعتصم بالله البوزاوي. هي الدفعة الأولى من الطائرات العسكرية من نوع F-16 للقوات الملكية الجوية تم تسليمها اليوم خلال حفل أقيم بالقاعدة الجوية السادسة للقوات الملكية الجوية ببن جرير، ليصبح الأسطول المغربي بذلك من بين 25 أسطولا جويا في العالم يستعمل هذا النوع من الطائرات المتطورة. وخلال كلمته أبرز الجنرال أحمد بوطالب مفتش القوات الملكية الجوية أن هذا الحفل يكتسي أكثر من دلالة، خاصة على اعتبار أنه يمكن المغرب من اقتناء وسائل دفاع متقدمة، مضيفا أن حصول المغرب على هذه الطائرات يندرج في إطار الاستراتيجية الرامية إلى تجهيز وتحديث قواتنا المسلحة الملكية. وبالمناسبة تم تقديم شروحات تقنية للوفد الرسمي حول خصائص وأداء طائرة الـF-16 وعن إمكانياتها الدفاعية.